فقرة الدنيا، وبعد الفاصل بنأخذكم نحو نصيحة طبية جديدة قبل أن نغوص في عمق التراث الإماراتي. خلكم ويانا. أهلا بكم من جديد. سنتحدث على موضوع في غاية الأهمية، ألا وهو معالجة ألام الظهر من دون جراحة بأحدث التقنيات، وهي تقنية نتعرف عليها في فقرة المستشار الطبي. ألام الظهر تعد الأكثر انتشاراً، مما يدفع الكثيرين إلى التوجه للعلاج الطبي، وفي كثير من الأحيان التغيب عن العمل. ويتدرج الألم الذي يشعر به الإنسان باختلاف الأسباب التي تؤدي إلى هذه الألم، ولكن الخبر الجيد أنه يمكن تفاديها وعلاجها ببساطة. ولكن أولاً يجب أن نعرف ما أسباب ألام الظهر، وما هو العلاج المناسب، وكيفية الوقاية منه. يسعدنا نستضيف معنا في الاستوديو الدكتور هشام الحكيم، هيئة البورد الأمريكي للأمراض العصبية. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. يعطيك العافية دكتور. أهلا وسهلا بك. طبعا ألام الظهر يعني منها الكثيرين، يعني كبارا وصغارا، ذكورا وإناثا، فيجب أن نعرف منك في البداية، يعني تعرف لنا ألام الظهر وأيضا أسبابها. نعم. ومن بعدها طبعا نتدرج إلى العلاج والوقاية. لا شك، ألام الظهر طبعا هي لها عدة أسباب. نعم. إما أسباب مزمنة تنكسية، بيحصل عند المريض تنكسات عظمية، مناقير عظمية بسموها، أو قد تكون حادة، مثل المريض حمل شيء ثقيل، صار عنده انفتاق في النواة الليبية، ضغط على العصب، فهذه بنسميها حالة حادة. فهذه بشكل عام أسباب الألام الظهر باختصار. وباختصار أيضا النواة الليبية ما هي؟ نواة الليبية الفقرات، هناك الديسك هو عبارة عن مفصل بين الفقرات. تمام. النواة الليبية هي المركز الداخلي لهذه الديسك، فهو عبارة عن مفصل يحرك فيه الجسم في كل حركاته اليومية. تمام. وهي هي أهم شيء في الديسك اللي الإنسان بيحاول يحافظ عليه، لأنه هو انفتاق هذا الديسك هو اللي عم يسبب الألم والالتهاب العصب والآلام المزمنة اللي ممكن المريض يحصل عليها. كما ذكرت هناك أسباب عديدة ممكن أن تؤدي إلى انفتاق النواة اللبية. نعم. طيب في حال حدث هذا الشيء بماذا يشعر المريض عادة؟ كيف تكون الآلام مصاحبة لهذا الانفتاق؟ نعطي لمحة بسيطة. نعم. وهي أنه الديسك هو عبارة عن مفصل كما ذكرت. هذا الديسك يتروى بتغذية محيطية عن طريق الأزموزز، بحيث أنه الضغط على هذا الديسك يتحمل الإنسان حمله وحركته اليومية. هلأ في زادت الحركة اليومية والضغط الزائد. نعم. على الديسك، فبيحصل عند المريض انفتاق، فهذا الانفتاق يخرج من هذه النواة إلى العصب القريب منه، فيسبب ضغط. نعم. الصورة الجميلة. أها. فنعم، هذا الديسك بين الفقرتين، فإذا صار ضغط زائد على هذا الديسك فينفتق. أه. ويضغط على العصب القريب منه ويسبب له ألم والتهاب. فأعراضه هي تنميل، ألم، أو أحيانا ضعف، أو أعراض أشد من ذلك. فهو الأمراض حسب شدة الانفتاق وحدد حدوديته. فبالتالي هو هذا المريض أعراضه بشكل هي الألم اللي بتجيبه لعند الطبيب. طب كطبيب حضرتك دكتور، لما يجيك مريض أو مريضة تعاني من ألام الظهر، ما هي الفحوصات التي تطلبها من هذا المريض أو هذه المريضة؟ نعم، نحن عندنا بأمريكان سباين سنتر بدبي هيلث كير سيتي عندنا بروتوكول شامل للعلاج. أول نقطة هي يشمل على فحص دقيق للمريض، أخذ الصورة الصحيحة للمريض، مراجعة الفحوصات، التصوير الطنيني، لأنه المريض بيجينا أحيانا يعني مشوش، عنده طرف ديسك أو عنده منقار عظمي أو عنده سياتيكا، فبتلاقي المريض صراحة ما عنده تمن. نعم. فنحن ندخل بدقة لحالته السريرية، نراجع كل فحوصاته ونشرح له هذه المشكلة حتى هو يتعاون معنا في العلاج. نعم. فهي النقطة الأهم في بداية الخطة العلاجية. نعم، جميل جدا دكتور. خلنا نتكلم عن كيفية العلاج من بعد ما تشيكتوا على هذه الفحوصات. نعم. عرفتوا ما هو السبب، كيف يكون العلاج؟
نحن عندنا ثلاث نقاط بنتبعها. النقطة الأولى هو بندخله على علاج الفيزيائي استعمال آلة اسمها الـ IDD، هي عبارة عن شد ديناميكي متقدمة كمبيوترايز بتحاول تعالج الديسك المصاب ويصير عنده انفتاق، فبالتالي بتحاول تحسين التروية الدموية والتغذية لهذا الديسك عن طريق وضع ضغط سلبي داخل هذا الديسك المصاب بالذات. الحالة تحتاج حوالي 15-20 جلسة، وكل جلسة حوالي 25 دقيقة. خلال المريض بيحس انه الألم خف والضغط تراجع عن الديسك، فبالتالي بيرجع مثل الديسك عبارة عن يعني عبارة عن جرح في النواة في الأنيولس، هو اللي عم تسبب هذا المشكلة عند المريض. هاي الخطوة الأولى. نعم. الخطوة الثانية. الخطوة الثانية. نعم. المريض بيجينا في ألم أو ألم حاد، خاصة في الحالات الحادة، فنحن بنستعمل أوبر الإبيديرو بلوك بسموه أو تحت الجافية، بحيث نحقن المادة كورتوزونية بتخفف الالتهاب والوزمة، بحيث أنه بخفف الضغط على العصب وتحسن في أداء المريض وتحسن المريض بشكل أسرع، بالإضافة إلى متابعته بالعلاج الفيزيائي حتى يكون هناك ترافق بين الخطة العلاجية. تمام. أما النقطة الثالثة. النقطة الثالثة. النقطة الثالثة هي ننظر إلى الأسباب اللي سببت هذا المرض، وهذا شيء مهم للمريض. هل هو حادث؟ هل هو؟ نعم. تمام. هو طبعاً قد يكون إنسان عنده حادث أو حامل. كما ذكرت أيوة، الحمل الأشياء الثقيلة، ونحن كلنا نغلط ونقوم بحمل الأشياء الثقيلة بطريقة خاطئة. صحيح كلامك دكتور. أنا حملت زوجتي وقت يوم العرس فصار عندي وجع ظهر بسيط. فأذكرها. فاللي صار أنه المريض، نحن بنشوف إذا المريض عنده مشكلة تدخين، التدخين سبب كبير لأسباب ألم الظهر. معقولة؟ نعم، هذا سؤال ودائما بيسألوني إياه، وهو سبب ما علاقة التدخين سؤال ممتاز. هو هناك تصلب الشرايين للأوعية اللي تروي هذا الديسك. الديسك بيتروى عن طريق الانحلال، فإذا كان التوعية الدموية خفيفة بسبب تصلب الشرايين لأنه هي أوعية دقيقة، فبالتالي الديسك بيصير هش وضعيف، فأي شيء ممكن يحمل بسيط بتلاقي الديسك ينفتق ويخرج للضغط على العصب بسبب هشاشة الديسك بسبب عدم التروية الطويلة الأمد. والمريض اللي المدخن بنشوف عنده عدة اصابات بالديسك، والتصوير الطنيني بنلاقي انه الديسك ناقص السوائل، يظهر بشكل عاتم غير نير. الديسك الصحيح بيطلع نير على التصوير الطنيني، اما الديسك المصاب يكون عاتم بسبب نقص السوائل عليه وهشاشته. فهذا رأسا نحن نحكي مع المريض سببه التدخين، ودائما سؤالنا كيف علاقة التدخين في الظهر، فهي علاقة يعني مباشرة. كل يوم نكتشف سلبيات التدخين وكيفية تأثيرها على صحة الإنسان. تماما. نعم. والشيء الثاني ندخل على فحوصات إضافية، عم نجد فيتامين دال، نقص الفيتامين دال أيضا. حوالي 82% من الشعب في الإمارات نقص الفيتامين دال بشكل عام، وهذا نفسه مسبب الألم الظهر. وفيتامين دال هو أنتي إفلاماتوري مضاد للالتهاب، فبالتالي كذلك يساعد على تحسين أعراض المريض، فبنعمل له تحسين تروية الفيتامين دال. المريض اللي عنده سكري كمان بتصلب الشرايين، لازم يكون سكره ملتزم. الضغط نفس الشيء. إذا كان عنده وزن إضافي لا شك، إذا عنده حياة كسولة ما له نشيط مكتبي، فكل هذا ندخل بتفصيل مع ضيفتك المشهورة لما النائلي، هي زيت التغذية طبعا. نعم، زيت التغذية. نعم، عبر نعم، شاشتنا. نعم، نعم، فهي دائما تنصحنا يعني دائما. نعم، باتباع الحميات الغذائية الصحية. نعم، نعم، فهي جزء من التيم عندنا بالويلنس باي ديزاين، فبتنظر للمريض بعمق. بنشوف كمان التستوستيرون، على فكره التستوستيرون هو الهرمون الذكري، يوجد المرضى اللي عندهم الام مزمنه في الظهر نجد انه عندهم التستوستيرون منخفض. هلا التستوستيرون له عده نشاطات، منها مضادات التهاب ومخفف الالم، ولا شك المشهور فيه هو تحسين الاداء الرجل. فبالتالي نحن حتى اعطاء التستوستيرون للمريض الالم المزمن يحسن ادائه ونشاطه بشكل يعني متميز للمريض. ننظر للمريض نومه،
كثير المريض اللي عنده ألم بالظهر نومه كثير مضطرب، فنحن بنحاول نحسن أداء النوم، نعطيه ملخيات عضلات، مضادات التهاب، فهي عبارة عن تكامل في العلاج. بفضل رب العالمين النجاح حوالي 82% بدون جراحة للحالات الجراحية. جميل جدا. نعم. يعني الحين الدكاترة أو الأطباء يحاولون مثلا الابتعاد قدر المستطاع عن العمليات الجراحية واستخدام هذه العلاجات البديلة، وهي بالفعل سهلة مقارنة بالعمل الجراحي. لا شك هي طبعا، وهو الأهم شيء في هذه البروتوكول اللي ذكرنا هو تشمليته وتكامله وتفاعل المريض معه. نعم. هذا نقطة أهم مهمة. نقطة هاي. نعم. فعلا المريض يلتزم بتعليمات الطبيب. نعم. خاصة نحن من مريض التدخين جدا من نصر عليه، ونفس الوقت الالتزام بالشغلات الإضافية والتمرينات الرياضية لعضلات الظهر والبطن حتى يقوي المفاصل، هي مفصل العمود الفقري. طيب في حال لم تنفع هذه العلاجات، نعم، البعيدة عن الجراحة الغير جراحية، نعم، ما هو البديل دكتور؟ هلا حسب الأعراض مثل ما تفضلتي من قبل، لأنه كل مريض عنده أعراض إلى سبب معين، قد يكون عنده منقار عظمي مثلا شديد، هذا لا يعالج إلا بالجراحة إذا كان ضغط عصب بشكل مباشر، إذا عنده تضيق في القنوات العصبية وتضيق شديد وأعراض شديدة كمان هذا قد يحتاج إلى جراحة، بس هذول النسبة اللي حاجة إلى جراحة حوالي تقريبا 3-4% يعني من حوالي 100%، فنسبة قليلة جدا. وأنا يعني بنصح المرضى دائما يستشيروا العلاج غير الجراحة ويتعاونوا معه، وبنفس الوقت يعطوا وقت، يعني هو تكامل العلاج هو سر النجاح. أنا صار لي 25 سنة في أمريكا، عندنا يعني عدة مراكز في علاج ألم الظهر بدون جراحة، وحاليا احنا ذكرت ان نسبه التحسن 82%، فهي نسبه كبيره ومبشره. شكرا جزيلا دكتور هشام الحكيم استشاري معالجه العمود الفقري، شكرا على هذه المعلومات القيمه ويعطيك العافيه. شكرا لك. اتمنى السلامه للجميع. شكرا لك، وشكرا للوالده الكريمه اللي تدعينا على طول، عم تشوفنا اليوم جاي من سوريا ان شاء الله. شكرا، نوجه لها تحيه. نوجه لها تحيه حلوه. يعطيك العافيه. الله يسلمك. اذا في فقره عبق التراث